صوتي. اهلين يا روان، اهلين. شوف اليوم عندي فروة. ما شاء الله انت تجملين كل شيء. الله نعم يسعدك، عوض. الله يبارك فيك داري. والله ما توقعت في يوم اني اوصل لمرحلة واقدر اجيب دي الفروة، بس الحمد لله يعني يا قدرت. الله، شوف شلون روان تضحي عشان تشتري فروة. الله، عشان ادعم الناس اللي يبيعوا الفروة. الله يوفقك يا روان. بكم اشتريتي الفروة؟ والله ما ادري، مو انا انا جبت اشتريتها، خالي. مين صديقتك؟ مين؟ ديدان ديدان ديدان. ديدان ديدا. جيب، انا جيب صديق. اذا فاضي جيب. جيبي منو هذا رفيقتك. ترسك؟ اذا فاضي جيبي ديدان. هو خلص. تمام، يجي صديقي ديدان ديدان؟ اوكي، ديدان ديدان. يلا، وينك يا ديدان؟ وينك؟ السلام عليكم. اهلا يا ديدان. هلا والله ديدان، ارحب. ارحبوا. هاي ديدان، تدري هلا والله. خلاص راح نسميك ديدان من اليوم. ليه؟ تقول ابي نادي صديقي ديدان. صديقتي داري للي. الله، كيوت هبلون. الله نخبل. سلطي يا اخي، اخ ليت الناس كلها زي قلب السلطي. الله، تدري روان والله منك انت. صوت اليوم بتقمص شخصيتك بالفروه ذيك لما تجلس كذا في البلكونه. هذيك اخر شيء، فقره الحش. نهايه البث خلاص، بعد تقفيل التارجة. ايوه، بس الحين خلاص، الحين موقف. تدرين صرت ما احب البثوث نفس اول. من ايه اغتنيت؟ الحمد لله، من قبل التيك توك. ترى انا من قبل لا ابدا بثوث بالتيك توك مليونير. مليونير داعم هذا. لا، مليونير مليونير. تدري قبل لا ابدا اول بث لي رصيدي ما يقل عن 2 مليون. كلنا ندري انها حقيقه. يلا كبس لنا. يلا كبس للي معي صديقتي. يلا قايس كبسوا على وجهي بس. يلا كبس. واضح واضح يا سلطان. حكينا عن الاوتفيت سلطان بكل تواضع يعني. حكينا عن اخت فو. حلوه يا ضيدان، حلوه والله. بثوثك صايره حيل حلوه ضيدان الفتره الاخيره، ما شاء الله. يا حبيبي انت، انا كان كاتمتني المالديف، تعرف ما بس ايه. تشوفون يومين ما تعرفون جوي. يود حسبي الله عليك قبل كم يوم. المالديف وده ورق الجدران. انا عندي ازمه، ليش كلكم تروحوا المالديف ورق الجدران ورق شرقي؟ يعني انتوا تشيلوا معاكم الورق للمالديف؟ ماني فاهم. هذا وجه، هذا وجه، وجه المالديف هذا. هذا بالله، تخيلوا يا جماعه بالله، ضيدان وجه راح المالديف وانا الرياض ما رحتها. نتكلم عن فرم الخواطر. نعم، تعالي الدنيا حضور. روان الحين اقص لك تكت، الحين اقص لك تكت تنورين الرياض يا رورو. ولو يا اخي سلطي، اذا ما مسوي فيها كريم انت مو لاقي تاكل. حسبي الله، انا حيوان اللي اقول لك. يا اخي لا لا لا، محشوم من هو، حشمنا. داريا سلطي شايف انه عندك ما شاء الله جيش قوي. كل ما زنت الجلسه سلطي خط احمر، عشان كذا انا محترم. انا عندي جيش، انا اقل واحد عندي. انا تدرين الوحيد الوحيد اللي يفتح بثوث وعنده حساب مصممين، يعني انا اصمم لنفسي. يا الله سلطي، نفسي انا اصمم لنفسي. لا بحسابي حطام يكون بعلمكم، بس انا ترى ميام. انا انت ايش؟ ميام. ترى ضيدان انت بعد فتره بتكسر ميامي؟ ان شاء الله. تذكر كلامي. الله يسمع منك. كل ما زنت الجلسه وشاف واحد يقول له تكسر التيك توك. لا لا، انا اكيد أنا يعني الولد ما كذا شاء الله. شخص كذا شخص اقول انت بعد فتره ضيدان الفتره الاخيره لو يستمر بثوثه مع هستور حلوه ومع انس ومع عيال. صح صح. ارحب يا يوسف، ارحب. الدبل جايز، الدبل قفلنا الدبل. كبسوا على وجهي شيطان. اذا فجرت التيك توك جري داعمين. والله شوف، ما له دخل يعني. هذا انا ما شاء الله مشاهدات اليوم كوي ما عندي دعم. وصل واحد قلت لي حوت. قبل زمان كانت مشاهداتي ابو كلب، كنت اذا لعبت مع احد ما ادري ايش السالفه. واليوم صح اليوم, صح اليوم اليوم كنا قس داخلي، كنا قس داخلي عند ابو عابد وسولفنا عن داعم، دخل البث وجلسنا نطقطق 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 عليه، الا شوي بعد البث اللي يرسل لي على الخاص قال سلطان هذا حسابي الثاني، حسابي الاساسي كذا، الا طلع داعم قوي. أخرين. داعمني مرة، آخر واحد أعطاني التب إذا تذك، فيعني ما تدري يغيرون حساباتهم. إيه حسبي الله. روان نبي تحدي رسمي أنا وأنتي. يلا كل ما زالت الجلسة تحديات رسمية. عاد يلا عاد ديني معلق، عاد يلا عاد انبح صوتي، نبي نفس انبح أنا صوتي ستركي. وانبح صوتي والدعم يروح لهم. يلا عاد يلا عاد، مين معلق؟ كم أسد سلطان وروان؟
ما اعطيك شيء لكل الرسول. انت اصلا اسد ما تحتاج اسد صدقني يا ضيدع. داريا هلا هلا داريا ممكن تكلم عربي ما افهم اتكلم عربي هلا قال نتكلم عربي كلنا اخ اخ اتكلم عربي بس بدوي انا داريا تكلم عربي ما افهم ابشري داري ابشري كم داري دائما بس بنش انت ايش في لون كذا شعرك مبروك مجنون مبروك رونالدو الله ياخذك ما احبه نور رونالدو رونالدو اكس انت ليه وش تحب اجل انا يا عالمي فوق حال العالم الصدقي انا فانز محمد نور انت فانز العويس منتشري العويس محبة. لا 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 انا لقيت شيء احلى من العويس البلاي اوه ماي جاد حلو شفتي مقطع مع موديل هيما متنكر بزي الهالوين حط كحل هنا الله يصلح شفتي مقطع صار صديق موديل هيما هذه هالات ها مع موديل هيما الحين صديق موديل هيما اي عويس لهم مقطع شايف بالكس بلور هو موديل هيما الله الله يوفقهم كبز اي والله والله العظيم كويسين كويسين ترى ترى شوف الواحد ولا خلص تحسبي الله عليك يا طيب رجع الضحكه الطويله كيف ارجعها كدا. ما اعرف لا في اعدادات انا تعلمنا ما ادري شلون كانت علموني في الكومنت امزح احب النصر احب النصر في قلوبنا النصر يا عالمي فوق هجم علي احب النصر اوه رونالدو يا اخي دوري السعودي صار قوي رونالدو ميسي كريستيانو اخوياي من الامارات توهم واصلين يدقون علي توقع جايبين لي هديه معهم هذا والله توقع هديه جوال جوالك لونه خايس خالاتكم ارحب يا قلبي ارحب انا فاتح بث حياكم الله محلي تنورون قهوه جاهزه والشاي جاهز يقول لهم فاتح بث بيطول ولا تجوا اخ نعرف الحركات هذه نعرفها لا انا جاهز نعرفها ترى انا احب ضيوف والله يا روان انت زي والله حتى انا احب مثلا انه الناس يجون يجتمعون وسولف انا احب لمة الناس كذا ايوه الحكم الاول ضيدان رمق قد فاز يا جماعه ما ترك يلا وش احكامك سلطان الحكم الاول ضيدان الحكم الاول يلا نسمع احكام تصورني انا وروان وتحط لنا منشن ايش رايك روان عطيني منزل عطيني منزل كاتب اللي يبون اعلانات بتسدون رزقي انتم واضح تعال انت عندك عندك رخصه ايه يا اخي انا ما طلعت لي ليه تطلع لي ما ادري عندهم نظر عندهم نظر ان شاء الله تطلع لك الله يوفقك ان شاء الله يا رب ان شاء الله تخيل داري الحكم تخيل الاول اعرف اربع شركات وموقفين لهذا ينتظرون الرخصه تطلع بس تطلع ان شاء الله بعلمك تري صدق انا كذا تري كلموني شركات وكلموني يود مليون اعلان كلمني تدري ما اقدر ارد ما رديت عليهم خليتهم كمعلقين فهمت احس تخيل اقول لهم ما عندي رخصه يا سكت سويت نفسي اني مشغول فهمت اي ما تدري بعد فتره راح يطلع لي اعلان راح عندي اعلانات وزحمه تدري روان تداري يا اخي ديدار روان بعد فتره بيطلع اعلان بين سنابات احتمال لو طلعتوا معي قست تتفلون علي لا يكون اللي في بالي اعلان حق احلام بس تدري لا 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 تكفى تكفى لا اسوي زي كذا شوف تسال عن سر اهتمامي لا والله تلين لك الاعلانات دي الله يا حرق انسيابي وحريري اذهب الى الشرقه وضعا للقشره وضعا مع حذاء شالدز والله يا اقول لك شغل لا انا ما كنت ابي اسويه ورفضته بس اغروني بالفلوس يا رب والله باذن الله كذا اسوي ما بيتكلم ما بيتكلم لو يا شيخ تسالني عن ما بيتكلم بدنا انسيابيه وحراره شعرك استخدم هذا الشيء عاجل خاف داري عمري احسها مو بابا بالغلط داريا الحكم الأول الحكم الأول يا رمان يلا الحكم الأول حكم الإعدام إعدام؟ أيوه ضيدان الحكم ضيدان الحكم احكم احكم كأنك آيفون احكم
احكم الحين سنابك صاير قوي انشر لنا يلا يلا صح نسيت صوت اي واحد يطلع جديد الساحه انت قوي لا ضيدان قوي ما شاء الله عليه يا حبيبي انت القوي انت والله يا بعد قلبي حاضر كومن قوي يلا الحكم الاول روان شنو سنابك ايش انا احط لك من شكي ار ار شرط على تحت اقصد اندرسكور الله ار ار شرط على تحت الله يا روان الله دبليو دبليو روان ايه و ان اوكي دبليو اي ان 0 هذا اي دي سوني مو بحساب اوكي اوكي انا اس يو اس يو لا لا ضايفك ضايفك انت اوكي اخر 02 ايه اعرفك ايه الله يوفقك مسامين بالخاص ولا هو كذبته عاشا يلا شكله يا. عندك اشباه سمول شكشوكه وكذا ما بهم ار ار بعدين وشو قول بس تضيف بنات ستريك في قلبها وحقون جده تنوروها ولد خليك في حضن امك وبس الباقي لا يجوا ما اقبلك الا بفيسك انت كذا روان صح روان ايوه اقبلك بفيس روان وصورة. ريدان ستريك داريا أرحب. يا قلب قلبي الكومنت يقولون في شخص يبيني تحدي الله يسعدكم روان أبدا يلا سلم على اهل السلطي يا قلبي من تراجع داريا على الاعلان يلا يلا وي داريا شردت الحكم